لكل الأشخاص يلي حابين يتواصلوا معنا فيهم يتصلوا على أرقام قناة المرأة العربية على 00961545678 لطرح أي سؤال لضيفتنا نانسي حبيقة. وطبعا موضوع بهم كل النساء الحوامل. Good morning نانسي. هاي كيفك؟ كتير منيحة اليوم بهالجمعة الحلوة، عيد الحب يعني. منورة بالأحمر. Thank you. نانسي اليوم موضوعنا بهم السيدات، وعلى وجه التحديد السيدات الحوامل. نعم. لأنه دايما بيكون عندهم هم واحد أنه ما ياخدوا وزن كتير خلال فترة الحمل، وإذا أخذوا وزن كتير شو هي الطريقة السريعة ليخسروا هالوزن بعد الولادة، حتى ما نوصل لمرحلة زيادة الوزن الكتيرة يعني 20 كيلو وما فوق. حضرتك موجودة معنا لتعطينا نصايح حتى نحافظ على وزن صحي. مزبوط. نانسي، كيف لازم ننتبه لوزننا، وهل في أمور أنتم بتعطوها للمرأة الحامل ولا عادة الطبيب النسائي هو اللي بينصح المرأة بطبيعة الأكل اللي يجب أنه تتناوله؟ هلأ أكيد من زمان كان طبيب النسائي هو يعني أكتر شيء المعتمد، واللي أكتر شيء بتوثق فيه المرأة بس تحبال أنه تسمع النصائح تبعه. بس هلأ يعني من بين 10 أو 15 سنة لهلأ يعني صار نحن كمان إلنا دور بهذا الشيء عم نلعبه، لأنه الوحدات الحرارية وكيف المرأة بتنصح، يعني هو بيقول لها ما بدي إياك تنصحي أكثر من 9 كيلو، بس كيف؟ ما حدا بيعرف. يعني هون نحن بيجي دورنا بتنظيم الغذاء، بأنه نقول لها شو لازم تاكلي شو ما لازم تاكلي. كمان هو بينصحها وبيقول لها مثلا ممنوع تاكلي اللحم النية، ممنوع تاكلي الأسماك النية، ممنوع تاكلي هالجبنة. أوكي، هو عنده فيهم معلومات، بس كيف الطريقة لما تنصح فيها؟ هون كمان صار في كتير من الأطباء النسائية بحاولوا المرأة الحامل لعنا، خصوصي إذا عم بيشوفوها عم تاخد كتير وزن، وخصوصي بأول 3 أشهر مطرح ما مفروض تنصح ولا نص كيلو، يعني بيكون أكيد البيبي بعد ما صار 100 أو 200 جرام ما تكون يعني 100 أو 200 جرام، وهي بعد أنه ما صار هالتحولات بجسمها كرمال لا تنصح، يعني فيها ما تنصح ولا كيلو. وأنا هون كل ما رحب اللي بتجي لعندي بيكونوا اهلا بلشين انه ايه لازم تاكلي ولازم تاكلي تاكلي عن اثنين ايه تاكلي عن اثنين وولد لا، انه الحبل اول شيء منه مرض. الحبل انه شيء كثير طبيعي بتمرق فيه المراه بالحياه، بالعكس شيء كثير منيح لها، كثير منيح للميتابوليزم تبعها، كثير منيح لكل شيء عندها اياه اعضاء بجسمها، ان كان للصدر يعني بيحميها لبعدين من سرطان الثدي، من كثير انواع من السرطانات من الامراض. فمن هون نحن نلعب دورنا انه بنقول لها باول 3 اشهر ما لازم تغيري شيء باكلك. يعني كيف كنت تاكلي من قبل ما لازم تزيدي شيء، اكيد لازم تغير الاشياء اللي بتضرها او بتضر الجنين. ولازم تزيد مثلا الماكولات اللي بتحتوي على الاسيد الفوليك، الماكولات اللي بتحتوي على الحديد اذا عندها استعداد كالسيوم، بانه تخسر الحديد على الكالسيوم. بس الكالسيوم بيلعب دوره اكثر شيء باخر اشهر وقتها بيكون البيبي عم يطلع له عظم، عم بيتكون فيه يعني الأعضاء أكتر من أول 3 أشهر اللي هن يعني ما لازم تزيد الوحدات الحرارية، بل الوحدات الحرارية بتزيد من بعد رابع شهر. يعني إذا بدك على رابع شهر بتزيد، يعني إذا هي بتحرق 1800 كالوري بالنهار بنصير نخليها تحرق 1950، يعني بنصير نعطيها 1950 وحدة حرارية زايدة. اما بعد الست اشهر بنصير نعطيها 300 وحده حراريه زايده، يعني اكثر من 300 او 400 وحده حراريه او كيلو كالوري بالنهار لحديد 9 شهر المراه الحامل ما لازم تاخذ اكثر من هيك. طب ننسي بدي اسالك، اذا كانت المراه الحامل اوريدي عندها وزن زايد، نعم، هون بفتره الحمل بتحاولوا انه انتم ما تعطوها هالكالوريز يلي قلتي بتزيدوا ليهم ابتداء من الشهر السادس وصولا للتاسع؟ اكيد. يعني هون نحن شوف المرأة الحامل نحن بنقلها عندك انك تنصحين من 0 ل 9 كيلو، وهولي مقسمين بطريقة كتير منتظمة. يعني نحن بنعرف انه مثلا البيبي بيكون 2.5 كيلو ل 3.5 كيلو، دمه بيزيد 0.5 كيلو لكيلو، لانه تتحمل كمان البيبي تتقدر توصل له كل الفيتامين والمعادن والمأكولات اللي هو بحاجة لها. ما بدنا ننسى كمان ليكيد أميوتيك، يعني الليكيد اللي بيكون داخل الرحم كرمال البيبي، كمان هون من 1 كيلو ل 1.5 كيلو، يعني هون صرنا بال6 كيلو. هي بيزيد عندها الفات بجسمها بطبيعة الحال، حتى لو ما أكلت شيء جسمها عنده استعداد انه يحط فات من 2 ل 3 كيلو
هو اللي سبورت للبيبي، يعني كرمال لتقدر تحمل الوزن. واكثر شيء بيطلعوا بمنطقه الارداف وبمنطقه البطن، يعني بالمنطقه التحتانيه، كرمال ليحملوا كل هالوزن اللي هي عم تتحمله. يعني هون كمان صرنا عم نحكي صرنا بالسبع 8 كيلو، فالمراه الحامل هولي طبيعيا فيها تاخذهم. هلا في كثير من النساء بيتعرضوا لحبس الماء او ووتر ريتنشن بجسمهم، ممكن يوصل لل 5 او 6 كيلو، بس هيدا انحباس الماء بالجسم ببلش باخر شهرين. يعني ما فيها تيجي تقول لك مثلا انا 4 اشهر هي نصحاني 5 كيلو هول انحباس ماء، يعني هي كمان بصير يتهيأ لها اشياء ما بتعود انه تعترف انه انا كثير عم باكل او انا كثير غلط نظام الغذائي، او مثلا بيطلع عبالها اكل مزبوط، بيطلع عبالها اكل، بس مش مثل ما انه في عالم بيجوا بيفسروا لك انه هي مش عم بقدر نام، قوم بنص الليل يا ويلي بدي فضل برا. لا، منه مرض يعني بالنهايه، وحام هيدا ايه وحام، يعني المراه الحامل منها مريضه، المراه الحامل بالعكس عم تعرض لشيء كثير طبيعي كل النساء من قبلها مرقوا فيه. يعني ممكن اشخاص يتعرضوا ايه كثير للنوزيا، يعني يكونوا كل الوقت عم تلعن نفسهم، ممكن انه يكونوا عم يستفقوا باول اشهر الحبل، باول اشهر الحبل. ايه هذا الشيء كمان نحن من هون بنصير برابع شهر وخامس شهر بنصير نعطيهم، خصوصي اذا ضعفت باول 3 4 اشهر، انه نصير عم نعطيها وحدات حراريه اكثر من 150 او 300 وحده حراريه، حسب شو الكيس، حسب كل حاله، حسب كل حاله. نعم. طب اذا كان عندنا حاله من الاوباسيتي نانسي، نعم، فيها المراه ما تاخذ ولا كيلو؟ لا اكيد لا، بدها تاخذ مينيموم 6 كيلو. 6 كيلو هو للبيبي، يعني هون ما تنسي انه في بيبي 3 كيلو لحاله، واللي كيد امنيوتيك كيلو ونص لكيلو، يعني هول 5 كيلو. يعني اذا ما بدنا نحسب انه دمه اكيد بده يزيد الفوليوم تبعه كيلو كرمال كمان ليوصل للبيبي. يعني في بطبيعه الحال بدها تاخذ 6 كيلو، وهذا اللي نحن بنحاول انه نعمله. يعني بنحاول نعمله انه اول 3 4 اشهر ولا كيلو ولا شيء على الميزان تطلع، واخر من الرابع للتاسع بنصير نخليها تاخذ بالرابع والخامس نص كيلو نص كيلو، لاخر شيء تاخذ 2 كيلو، لانه اخر شهرين بدها تزيد 2 كيلو اللي هن البيبي. نانسي، طيب اذا عم نحكي بنظام غذائي حضرتك بترسميه للمراه الحامل، شو بيتضمن؟ بيتضمن اكيد كل انواع الماكولات، يعني في كثير من النساء بيكونوا هن بحياتهم كلها بيعتمدوا نظام غذائي معتمد على البروتينات. واللي نحن اول ما تجي لعنا من الا ما فيك تعملي هيك، لانه البروتينات بتزيد لك كميه لان اش 3، يعني الامونيا بجسمك، واللي هي مضره للولد، مضره للنظام اذا بدك العصبي او النيرفس سيستم تبع الولد. فنحن من هون ببلش نقول لها بدك تاكلي نشويات. طب هي بتكون ضعفانه يمكن 10 او 15 كيلو على النظام اللي بيعتمد على البروتينات، بتقول لك لا بدي امسح كثير. يعني انا كثير بتعذب مع هالانواع من النساء، واللي هي المراه لازم تفهم انه الولد بحاجه لكل المعادن وكل الفيتامينات. وحتى اذا عم تاخذ فيتامين وصف لي الحكيم، هيدا ما بيعوض عن الاكل اللي هي عم تاكله. يعني الفيتامين بقلده سبحان الله، يعني الله عامل الفيتامين مثلا اللي موجوده بالتفاحه انه الجسم يقدر يسحبها، اما الفيتامين اللي بيكون عاملينه برودوي شيميك بيكونوا حاطينه على كونسنتراسيون ضرب 300 او 400 مره زياده كرمال للجسم يسحب هالكونتيتي القليله. فمن هون ونحن في شغله انا دائما بقولها لكل الاشخاص اللي بيتجهوا لعندي، انه على العياده لعندي، انه نحن اكتشفنا 150 او 200 فيتامين، بعد في 2000 3000 فيتامين كل سنه بيطلعوا لك بشي ساعه بالاوميجا 3 ساعه بالسيلينيوم، هول ما كانوا موجودين من 15 او 20 سنه اذا بتفتحي الكتب من زمان. فمن هون نحن انا نظريتي بتقول انه بعد في كثير فيتامينات مش ما حدا كشفها بالاكل، وكل سنه عن سنه عم يكتشفوها. يعني من هون ما لازم الواحد يفكر انه ايه بقعد بلا اكل وباخذ الفيتامين ما راح يصير لي شيء، بلا بيصير لك شيء، او هذا الشيء ما بيعوض عن الاكل. فمن هون لازم المراه تاخذ 50% نشويات، 20% بروتينات، 30% دهون. هيدا هيك الخليه بتمشي هيك لحديت هلا، هيك اكتشفنا او اكتشفوا انه الخليه هذا الفيول تبعها. ما فيه الواحد مثلا يقعد كل النهار ياكل نشويات نشويات بلا بروتينات، او مثلا كله دهون 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 بلا نشويات، ما فيه. يعني لازم الواحد يعدل بيناتهم. وانا المراه بس بتجه لعندي اكيد نظام الغذائي بيكون معتمد على هالبورسنتاجات من الماكولات. يعني اعطينا مثال مثلا على يوم واحد شو بتاكل؟
يعني تقريبا اذا وعيت على بكره اكيد كبايه الحليب اللي هي كثير اساسيه كرمال الكالسيوم. هلا اذا ما فيها تقبل الحليب او كل عمرها ما بتاكل حليب تتناول مع القهوه اللي هي لازم تكون اكيد كمان ديكافيينيه على بكره من دون كافيين، اذا بتتناول اللي بحطوه مع الحليب ما بدنا نسمي اسامي، فمن هون اذا ما بدها تاخذ الحليب فينا نعود لها باللبن كاكاو مثلا او لبن بعد الظهر، لانه اللبن بيحتوي على زيت كميه الكالسيوم مثل الحليب. اوكي كثير منيح. فعبكره اذا تناولت اكيد بدها تبتعد عن الشاي، بدها تصير تتناول مثلا ينسون اذا كانت تتناول عبكره الشاي، لانه كل شيء فيه كافيين بضرها بضر البيبي. اكيد فينا نعطيها يعني مثل كل انسان عادي ساندويش بيكون فيه يعني بروتينات اللي هي جبنة لبنة حبش يعني جوات الساندويش مع خضار أكيد. وهون إذا كان هي عندها استعداد إنه يكون عندها توكسوبلاسموز، يعني هون صارت كل النساء تروح تفحص حالها من أول شهرين ثلاثة، فمن هون بدك كمان كتير تغسل الخضار، لأنه الخضار من برا ممكن إنه بدها تعقمهم كتير منيح. كمان يعني بين الترويق او الغداء باول شهر ما بتجوع، انسان طبيعي كثير يعني ما بتكون حاسه بشيء، بينما اذا كانت بعد الرابع او خامس شهر اكيد هون بنزيد لها سناك، بنزيد لها سناك ان كان فاكهه او فاكهه مجففه. هلا في منهم بيطلع على بالهم الشوكولا، والشوكولا اللي هو كمان غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم يعني ما فينا نحرمها منه اكيد. وعلى الغداء فينا نقول كوب او كوب ونص من الرز من النشويات شو ما كانت تكون، ان كانت حبوب او رز او معكرونه، وبيلحقها كمان كوبين من اليخنه. اليخنه وانا بنصحها بالخضار الداكنه، خضار مثل السبانخ مثل الملوخيه اللي هي بتحتوي على كمان الاسيد فوليك اللي هي بحاجه له، مش بس 3 اشهر قبل الحبل بل خلال فتره الحبل، لانه الاسيد فوليك اكتشفوا بدراسات انه ولا مرأة فيها توصل لل 400 ميكروغرام بالنهار، ولا مرأة يعني يعني كرمال هيك بلشوا يحطوه بالكورن فليكس، بأمريكا بلشوا يحطوه بالخبز، يعني بلش الأسيد فوليك يكون مدعم بكل الأشياء اللي بكل المأكولات اللي معقول الواحد يتناولها بالنهار تلقائيا، كرمال لا يخلوا المرأة توصل لل 400 ميكروغرام بالنهار، لأنه وخصوصا بثلاث اشهر قبل الحبل اذا ما كانت عم تتناول الاسيد فوليك انه ما كانت عم بتروح عند طبيب النسائي، ما انه قايل لانه هيدا الفيتامين كثير مفيد. نعم وخصوصا في هيدا تاخذه بقلب ال خصوصا باول 10 ايام وقتها بيكون الجنين عم يتكون، يعني وقتها بيكون عم يتكون النيرفس سيستم تبعه هو بحاجه اكثر شيء للاسيد فوليك، وهي ما بتكون عارفه حالها بعد انه حامل. نحن خلص وقتنا ننسي، بس اختمي بفكره العشاء. العشاء كمان بيكون كمان معتمد على النشويات اكيد، لانه والا بدها تجوع، يعني النشويات مع كميه من البروتينات اللي هي ما اخذتها بالنهار. وانا هون بحب اقول انه البيض كثير مفيد للمراه، يحتوي على الكولين اللي هو كثير مفيد للبيبي، ما لازم تبتعد عنه. نعم اوكي بشكر حضورك معنا. أنا كمان اهلا وسهلا فيكي، شكرا لك، وشكرا لكم مشاهدينا. بنتوقف مع بريك اعلاني ومن ثم ننتقل لاخر فقراتنا بجود مورنينج جمالك مع رموان رموز وخاص عيد الحب. Good morning Nancy. Hi Zena. كيفك اليوم؟ أنا كتير منيحة وأنت؟ الحمد لله ماشي الحال. اليوم موضوع بهم كتير السيدات يلي هو السليوليت. بالبداية Nancy اشرحي لنا كيف بيتكون السليوليت بجسم الإنسان. أكيد هيدا الشيء مش بس فقط منشوفه بجسم المرأة وأيضا بجسم الرجل، ولكن المرأة بهم أكتر لأنه بتحب دايما مظهرها الخارجي يكون على أكمل وجه. كيف الجسم عنده استعداد لتكوين السليوليت؟ هلا السليوليت موجود بجسم المراه مثل ما عم تقولي بجسم الرجل، بس بجسم المراه اكثر، لانه السليوليت 90% منه او 80% منه اذا ما بدنا نقول فيه اكيد عامل وراثي بيجي من الهرمون النسائيه. يعني كرمال هيك جسم الرجل ما بيتعرض ابدا انه يكون عنده سليوليت، وما بيبينوا كتير بالطريقة اللي عندها إياها المرأة. فالمرأة يعني قد ما كانت ضعيفة، يعني ياما منشوف أوقات توب مودلز بيعانوا من مشكلة السليوليت، لأنه السليوليت هي مش أنه أنا ناصحة عندي سليوليت، لا سليوليت ممكن يتعرض له أي شخص، ما خص إذا كان عنده وزن زايد ولا لا. هو يعني إذا ما بدنا نقول 90% 70% منه
بيجي من الهرمون، من الهرمون النسائي، وخصوصا اذا الهرمون النسائي مرتفع. يعني اذا كانت المراه عم تاخذ بيلول، عم تاخذ حبوب منع الحمل، او عم تاخذ مثلا علاج هو لازم تاخده بحبوب منع الحمل، لانه حبوب منع الحمل في منهم كذا نوع، فمن هون كمان بتزيد نسبة اللي عندها السيلوليت. مشاكل تكيس على المبيض او شيء بتضطر لتاخذ نعم، بيرث كنترول، هيدا الشيء بيزيد نسبة السيلوليت. بتزيد نسبة السيلوليت اكيد. اذا الواحد بينصح، لانه هو السيلوليت مشكله على الابيديرم، يعني على الجلده اللي متبين من فوق، مش يعني كتير غميق الطبقة الخارجية. الطبقه الخارجيه. فمن هون بطبيعه الحال اذا الوحده بتنصح، بده ينصح فخده مثلا، بتصير السيلوليت ظاهره اكثر. بس هيدي مش معناتها لانه هي نصحانه صار عندها سيلوليت، لا، عامل السيلوليت هو بيجي مثل اذا بدنا نقول تشوه بالجلد او تشعب، يعني بتصير هيك الجلده مثل فايته لجوا، بحسها الواحد انه معبيه مي. فيه الواحد يعملها اكيد كثير من العلاجات، من ال بي جي، بس ما بتروح نهائيا. يعني كل الكريمات، كل العلاجات اللي هلا موجودين لهلا ما بيأدوا لانه انه السيلوليت تروح، بل انه بخلوها انه تخف بنسبه 20% 25%. صار منا نتيجة مرضية يعني. ما لها نتيجه مرضيه، وخصوصا بالاكل. يعني في كثير من الاشخاص بيتوجهوا لعندي على العياده وبيسالوني انه في اكل للسيلوليت؟ اكيد في الواحد ياكل مأكولات هلا رح نحكي عنهم ممكن انها تساعده، ممكن انها تخفف من ظهور اكثر من السيلوليت، بس مش ممكن انها تروح السيلوليت على الاخر، اكيد لا. يعني مشكلة السيلوليت مثل مشكلة ستريتش ماركس، ايه، مدى ما ظهروا ممكن الكريمات تساعدهم انه يخفوا ولكن بيضلوا موجودين. بضلوا موجودين اكيد، لانه الجسم اللي عنده استعداد على انه يعمل سيلوليت مثل ما كنت عم اقول لك، وخصوصي عند المراه، بيكون عامل وراثه، يعني بتكون انه موجود فيها، وبيكون من وراء الهرمون النسائيه. يعني في عالم عندها نسبه هرمون بجسمها هي بتفرزه اكثر من غيرها، خصوصا عم بحكي عن الاستروجين. فمن هون كمان البيرث كنترول اللي هن فيهم كوانتيتيز يعني استروجين غير اللي عندها اياهم بجسمها، يعني بتكون عم تاخد استروجين من برا او هرمون من برا، فمن هون بتزيد نسبه هالسيلوليت عندها بجسمها. اوكي، يعني هدول هن العاملين الاساسيين لظهور السيلوليت، نعم، الهرمون النسائي والعامل ايه، تنقول الوراثي. ب70%. يعني اكيد في عوامل اخرى ممكن تاثر كمان، بس تنقول بنسبه 80% اكثر شيء كرمال هيك. يعني ما فينا نحن ناثر عليهم لو قد ما عملنا، يعني عملوا بس كثير انه كريمات، عملوا كثير اكيد يعني الرياضه هلا بتساعد. بالسباس كتير بيكون التركيز، شد الجسم، تخلص من السيلوليت، بنسمعهم على نعم، طول بالبروموشنز، بس حضرتك ذكرتي انه هيدا الشيء ما بيؤدي لاختفاء السيلوليت. بخفوا بنسبة 20%. يعني أنا ما بدي هون كمان أكون إنه عم أقول إنه لا منهم منيح العلاجات، أكيد بخفوا. يعني يمكن في ناس بترضيها نسبة 20%، وفي ناس نسبة 20% إذا كانوا مثلا زايد وزنهم وضعفوا وعملوا هو العلاجات وحطوا الكريمات وخفت، يعني هون عم نقول عم تخف بنسبة يمكن 30%، فهيدي بالنسبة لهم أكيد يمكن نتيجة مرضية. بس أنا اللي عم أقوله أكيد ما بيروحوا نهائيا، ما بيروحوا نهائيا. يعني أنا ما شفت حدا اختفى عنده السيلوليت صراحة، يعني قد ما يضعفوا، وحتى في عالم كتير ضعف بيجوا لعندي لا ينصحوا عندهم سيلوليت. يعني هذا منه أبدا، منه مثل ما بيقولوا راجل دوتروا، منا هيك، منا بس شيء انه الفكره 100%. اللي وضحناها للمشاهدين انه مش عامل الزياده بالوزن هو السبب الاساسي لظهور لا، السيلوليت. اكيد في كتير اشياء ممكن انها تساعد. اول شيء الرياضه ممكن انها تساعد على انه ما يزيدوا السيلوليت اكثر، لانه الرياضه بتشد الجلده من برا، الرياضه بتساعد على انه كمان شخص ما ينصح اكثر، فاذا ما ببينوا اكثر. هني وين اكثر شيء بنشوفهم؟ يعني بنشوفهم على الارداف، او اذا بدك على الفخاد، على الارداف، يعني اكثر شيء هنيك بيتكدسوا، لانه كمان يعني ذات الشيء المراه بس تحبل الدهن اللي عندها اياه واللي بتكدسه بهالمنطقه كمان، يعني عندها استعداد انه يطلعوا بهالمناطق اكثر من غيرها. نعم. بالنسبه للاكل اكيد في ماكولات ممكن انها تساعد. يعني نحن اكثر شيء وقت الواحد بيتجه لعنا عنه سيلوليت دغري، يعني نحن بنروح على انه ما بدنا نخلي انه جسمه يحبس المياه. نعم. فمن هون بنبلش باول شيء، بدك تشرب مي كتير، بدك تشربي مي كتير، بدك تخفف شوي الملح باكلك، كل شيء معقول يحبس المي،
بنمنعهم عنه. ثانيا بنروح على عامل الدخان والقهوه. القهوه لانه هي سيلوليت كمان، سيلوليت هي مثل اذا بدك خلايا شبه ميتة ما بتوصل لها الدورة الدموية. فهني كل العلاجات اللي بتنعمل وكل المساجات كرمال لتوصل الدم على هاي الخلايا، ومن هون اللي بتصير تعيش أكتر وبتصير تزد إذا بدك هالتوكسين منها. فمن هون نحن بنصير نقول لهم إنه القهوة، لأنه القهوة بتخلي إنه الدم ما يطلع على الجلد من برا، بالعكس يفوت لجوا. فمن هون عامل القهوة، في كتير عالم تسمعيهم عم بيقولوا القهوة بتعمل كافيين، الكافيين أو القهوة بتعمل سيلوليت. ما بيعملوا سلوليت بل بيساعدوا على تكاثر السلوليت. ايه اكيد. رح ناخذ اتصال من ليبيا احسن ما ينتظر معنا على الخط. مرحبا وسام. الو وسام، عم نسمعك. الو، اهلين سيد وسام، تفضل. شو سؤالك؟ نقطع الاتصال. منتابع نانسي انه القهوه والكافيين بسببوا سلوليت، مع انه في كثير علاجات بيحقنوا كافيين بالسلوليت كرمال ليروحوها. يعني شوفي هون التناقض. بس لانه بس تحطي كافيين دغري على 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 الخليه، غير من انه تكوني عم تشرب الكافيين وعم تتغير الدوره الدمويه. هلا بالنسبه لاكيد الماكولات، نحن اكيد بننصحهم بكل شيء، يعني نحن بنقول له ديتوكس دايت، يعني تقيمي كل هالتوكسين السموم من الجسم. وهون اول شيء اكيد الواحد بده يبلش بانه يزيد اكيد تناول الخضار، تناول الفاكهه يوميا. يعني في كثير عالم وكثير نساء الفاكهه منا اساسيه عندهم بحياتهم اليوميه. يعني بل بفضلوا انه بدل ما اتناول حصه الفاكهه بتناول مثلا شوكولا او ديسير، وما عليه بستغني عن الفاكهه اليوم. وهي الفاكهه اللي هي بالعكس بتساعد انه المي ما تنحبس بالجسم. الخضار كمان بتساعد، في كثير من الخضار هي بتخلي المي تروح من الجسم. يعني خاصه اذا كانوا عم ياخذوا حبوب منع الحمل، هاي الشيء بيؤدي لاحتباس المي، فبدون شيء اكيد يخفف من هالاحتباس. يخفف من هالاحتباس. من هون نحن هدول اول شغلتين بنبلش نركز عليهم، انه بدنا ناكل على القليل 5 وجبات خضار، بدنا ناكل على القليل. يعني اذا الواحد عم بيعمل حميه غذائيه لتخفيض الوزن، 4 حصص فواكه بالنهار. يعني شوفي لحديت وين. والواحد ما بيلحق ياكل حصه واحده بالنهار مزبوط، ولا الصبح ولا الظهر ولا على العشاء ولا بعد الظهر. يعني في كثير عالم الخضره والفواكه ما لنا عامل اساسي، لان الكل صار عنده اشغاله وما بيخلص قبل الساعه 5. وكثير من الصبايا بيستثقلوا انه ياخذوا معهم اكل من البيت ليقعدوا يسخنوا باماكن العمل، فبفضلوا ياكلوا وجبه سريعه دليفري، حيكون شيء اسهل. فلذلك وجبه الخضار وجبه الفاكهه بتختفي يعني من النظام. يعني انا بنصحهم انه يزيدوا خياره، يزيدوا بندوره، ياخذوا صحن سلطه. يعني الخياره كمان منا كثير صعبه انه الواحد يحملها على محل العمل، وكثير بتساعد يعني بالعكس. فمن هون هيدي اول شغله نحن بنبلش اكيد ننصح فيها. اذا كانت المراه بتدخن او الرجل بدخن، فمن هون بنبلش ننصحه انه بدك تخفف الدخان، بدك تخفف السموم اللي عم بتفوت على جسمك، لانه يعني بعد ما اكتشفوا ليه 100% شو اللي بيعمل السلوليت، بس انه اكتشفوا انه السموم، انه هيدي الخليه عم بيكون فيها سموم. فمن هون بنبلش نحن تخفيف السموم. ايه اكيد الديتوكس دايت، العصير على بكره، الفاكهه، الخضار مثل ما كنت عم اقول لك. ناخذ نانسي ايمان. الو صباح الخير. صباح النور. كيف حالك ست ايمان؟ الله يسلمك، الحمد لله. شو اخبارك انتي؟ الحمد لله ماشي الحال. شو سؤالك لنانسي؟ انا متجوزه لي 2 سنين. نعم. وما صارش حامل. نعم. باي نبي شنو العلاج؟ انا عينت قالوا لي عندك تكيس مبايض. بس نانسي اختصاصية تغذية، يعني انه هي عن شو كانت عم تسأل؟ سري انا عم بتقول انه الى 2 سنين متزوجة وبعد ما صار في حمل وعندها مشكلة تكيس على المبايض. يعني ايمان انا بعتذر منك، انا اخصائية تغذية مش
طبيبة نسائية، إذا بدك تتجهي عن طبيب النسائية يعني بتكون هي بتفيدك أكثر مني بلكي. طب بما أنه حكينا الأسبوع الماضي عن الحوامل نانسي وعن النظام الغذائي، في نظام غذائي ممكن الواحد يقوي له جسمه ويصير في عنده استعداد أكبر للحمل، هيك بنكون على القليل جاوبناها شوي. يعني النظام الغذائي، شوفي المرأة اللي ما بتكون عم تحبل، اول شيء نحن بنبلش نقول لها زيت الشيء انه تخفف الدخان، لانه الدخان سام يعني ممكن انه يقتل المبيض او يقتل الوقت اللي عم بتصير فيه، يمكن الاباضه، لا مش الاباضه، الوقت اللي عم بيصير فيه الزواج اذا بدنا المجامعة. نقول لا يعني وقت بيصير في بيبي، فهون الدخان ممكن ياثر على هذا الشيء. يعني لما ببلش يتكون الجنين. مزبوط. كمان بدها تخفف قهوه، يعني قبل شهرين ثلاثه من الحمل، واذا كانت عم تعمل علاج عند الطبيب النسائي بدها تخفف كافيين اكثر ما فيها. بدها تخفف كافيين، مش بس بالقهوه موجوده، يعني انا هون بدي اقول في كثير من المشروبات الغازيه غنيه بالكافيين مثل فنجان قهوه، الشوكولا فيه كافيين، في بعض الادويه فيها كافيين مثلا مثل البنادول اكسترا فيه كافيين، يعني في كثير اشياء فيها كافيين. اذا كثير بتتناول من الشاي فيه تيين اللي هو نوع من الكافيين. فمن هون هون كمان يعني نحن بنبلش نلفت لها نظرة، تركز على الخضار والفواكه معك، ايه انه الكافيين والدخان. كمان تبتعد عن كل شيء يعني هو بضرها بفترة الحمل، تبلش تخفف منه قبل الحمل، لانه ما بتعرف اذا كانت حبلة من قبل. صحيح. وبنصير نزيد لها شو هن المأكولات اللي فيهم اسيد فوليك، اذا ما كانت هي عم تتناوله يعني بشكل حبوب اكيد نحن بندلها وين موجود بالاكل كرمال لا تزيده باكله. نعم. بينما ما في اكل هو بيزيد نسبه انه استعداد للحمل. اكيد. طب اذا ما نتابع بالسيلوليت، لانه بعد معنا دقيقه من الوقت. نعم. شو في بعد معلومات يعني انا بالاخر بدي انهي بانه السيلوليت يعني لسوء الحظ ما في شيء بالاكل معقول انه يشيله بنسبه اكثر، معقول انه يخففه بنسبه 5%. العلاجات يعني اذا الواحد ضعف اكيد، يعني اذا كانت المراه عم تعرض لوزن زايد وخف وزنها يعني خسرت 10 كيلو اكيد بتخف، انه بتبطل كثير ظاهره مثل وقتها ما كانت، يعني وقتها بيكون فخذها 50 سنتيمتر ببين عليه السيلوليت، غير ما يكون على ال 40 او 45 سنتيمتر او 35 سنتيمتر. فمن هون بخف، انه من هون انا بنصحها انه تبلش تشوف طريقه لتنزل لتخفض وزنها. غير انه العلاجات اللي ممكن اكيد تعملها، المساجات البورانيه اكيد ممكن يساعدوا، بس هيدا الشيء كله مش معقول يوصل على انه يخطفوا السيلوليت. فهي هون ما تحس حالها انه محطمه او مدمره نفسيا، انه عملت كل هولي وما راحوا، ايه ما بيروحوا. اوكي نانسي، انا بشكر حضورك معنا. انا كمان بشكركم. اهلا وسهلا فيك على الاستوديو. جود مورنينج مشاهدينا، لكل الاشخاص يلي حابين يتواصلوا مع نانسي موعدها معكم بيتجدد الاسبوع المقبل نهار الخميس. اما هلا بنتوقف مع فاصل اعلاني وبنرجع منتابع جمالك مع خبيره التجميل رامونا راموس. Good morning Nancy. Hi Zena. كيفك اليوم؟ كثير منيحة. اليوم لازم الأطفال يسمعوكي معك. إيه عن جد. في عنا مشكلة بدانة عند الأطفال Nancy بلبنان بمجتمعنا الشرقي. أكيد مش بس بلبنان، بالدول العربية كمان يعني كثير هالمشكلة عم نلاحظها، خصوصي يعني وقت أنا بالعيادة هون بيجيبوا لي هون يعني بيكونوا قصداً على الفرص اللي عندهم إياها ما بين مثلاً التو سيمسترز أو شيء هيك. بيجيبون لشوفهم، والحقيقه مشكله كبيره. نحن اليوم مش انه عم نتوجه للاطفال، بالعكس عم نتوجه للامات يلي هن اليوم عم يسمعونا، وللي لازم يسمعوا انه كيف لازم اول شيء يبلشوا يطعموا اولادهم على المدرسه. انه مش انه الولد رايح على المدرسه يعني له حق انه ياكل كل شيء فيه جوز، كل شيء فيه شوكليت، كل شيء فيه انه لا حرام عم يدرس. هذا شيء معتقد كثير خاطئ، واليوم بدنا نحكي عنه اكثر.
دينا إذا حابين تتواصلوا مع اختصاصية التغذية نانسي حبيقة بخصوص أي سؤال حول الحمية للأطفال، فيكم تتصلوا على 00961545678789. نانسي، إذا فينا نحكي يعني الطفل بأي عمر مفروض إنه الأم تلاحظ نسبة أكله وتحاول تخفف له من هالمأكولات يمكن يلي عم ياكلها بطريقة خاطئة؟ يعني فينا نبتدي بعمر سنة مثلا هيدا النظام؟ هلا الحلو انه هلا صار الواحد بس يروح عند حكيم الاطفال، صار حكيم الاطفال بيقلها للام انه مثلا ابنك زايد وزنه، بنتك زايد وزنها، بدك تخففي لها، خصوصا كمان تحت السنه يعني اغلبيه الاكل بيكون الحليب جاي يعني ثلاث ارباعه، فمن هون انت عم تقولي لي انه من عمر السنه اكيد فيه يتخفف الاكل، اكيد ما في حميه غذائيه لعمر السنه، بس فيه ينحكى مع الام على الطريقه شو عم بتطعم الولد، هل عم بيكون مقالي فيه، هل يا ترى هل عم بيكون فيه كتير من السكريات السريعة من بونبون شوكولا عمر السنة كمان اللي هن كتير بيضروا بالولد وبيخلوه كمان انه يصير بديل لعمره. هلا نحن يعني حكيم الاطفال هو بيقول لها اذا هذا الطفل اوفر ويت اكيد في تشارتس، يعني في تشارتس للاولاد هو بيقدر يشوف بالنسبه لطوله، لانه في اولاد اطول من غيرهم، ما في انه وزن معين لعمره، في وزن معين لطوله ولعمره. بس نحن عم نحكي اكثر شيء، يعني انا بدي احكي اكثر شيء عن الاولاد اللي بيروحوا على المدرسه، من هون يلي هن كمان صاروا بيفهموا شوي انه عم باكل اكثر، انه مثلا ما عم بعمل كثير اكتيفيتيز، عم برجع على البيت عم بقعد كل وقت على التي في على الجيمز، التي في اللي على التي في. الولد بطل مثل قبل، يعني مثلا نحن من زمان كنا نجي اغلبيه الاشياء اللي كنا نعملها هي بتعلق بالرياضه بالحركه، هلا صارت اغلبيه الحركه اللي بيعملها الولد او الرياضه اذا بدك متعلقه كلها انه قاعد على الكرسي عم يلعب جيم على التي في، يمكن لانه الاهل ما في محل انه ينزل يلعب تحت، ما بعرف شو الاسباب. ومن هون عم بتزيد كمان نسبه البدانه عند الاولاد، غير انه الاكل، يعني كمان الولد بيكون قاعد على التي في ما عم يتحرك وعم ياكل كل الوقت، غير وقتها بيكون عم يلعب تحت البيت وما في اكل قدامه وعم ياكل كل الوقت. صح، اذا التركيز بيكون على تخفيف الوجبات ولا تخفيف هالاشياء اللي الاولاد بحبوا يتناولوها بالسناك، يعني مثل الشوكليتس والجوسز. كيف لازم نبتدي نخفف لهم اكل شوي شوي تا هن ما ينزعجوا؟ هلا كاخصائيه تغذيه اكيد وقتها اشوف ولد بدين، اول شغله بحاول انه ركز عليها هي غير له بالعادات بالاكل. يعني حتى لو اذا ما بده يضعف بدنا نغير له بالعادات، يعني هو اكيد تواصل لهون بياكل شوكليت، بياكل تشيبس، بياكل بونبون جوس، يعني يمكن قد ايه بده يكون فوق المعدل نانسي ليدقني قوس الخطر؟ يعني فوق 3 4 كيلو بالنسبه لولد عمره 5 سنين او 7 سنين، مثل 10 كيلو لادلت يعني لحدا راشد. ف5 سنين عند الولد يعني ممكن كمان هذا الشيء ياثر له على نموه، خصوصا اذا مثلا هيدا الاوفر ويت عم بيكون مثلا مركز بمحل واحد بمنطقه البطن او شيء ثاني. فنحن اول شيء كرش الحليب فنحن اول شيء اللي بنحاول نعمله انه نغير له بعاداته، يعني مثلا ما بقى بدنا ناكل هالسناكس، بدنا نقلب من الشوكليت مثلا على الفروتس، ما بحب الفروتس درايد فروتس. يعني انا كثير بحاول اقول لهم للامات بعتوا على المدرسه مع اولادكم درايد فروتس، مش مجفف، خوخ مجفف، زبيب، يعني الولد بصير يحبهم. بتقلي كي ما بياكل فواكه؟ الولد ما لازم الواحد يعني لازم يجرب معه 100 مره الاكله قبل ما يقول ما بياكلها، وخصوصا اذا كان تعلق بالفواكه، يعني الفواكه فيها فايبرز، اذا ما بياكلها مثل الفواكه فيني اعصرها، فيني اعمل له فيها كوكتيل، يعني 100 طريقه لتعميها، وبتضل احسن بكتير من انه تعميه يعني كل شيء ما بدي اسمي شو هن، يعني كل انواع المأكولات اللي فيها سكريات سريعه واللي هي بتحتوي على الكيميكلز على المواد الحافظه، يعني اللي هن كيميكلز واللي هن لعمره كمان ما بيسوى انه ياكلهم بطريقه كتير اكزاجيري او كتير كل يوم مدخن. يعني كل يوم هلا نانسي هو عاده الولد مش حسب ما نحن شو بنعطيه، حسب اكيد على الاكل يعني نحن بنعوده عليه بصير يحبه. اكيد ما يعني اذا ما طعميني شوكولا ما بيقدر هو يشتري الشوكولا الا اذا كان موجود بهالمدرسه بهالجاردوري المعينه. أكيد. يعني بيشوف اصحابه شو عم بيجيب معه بده يطلب 100%. يعني اول جمعه بيبكي، ثاني جمعه بينسى هذا الولد. ففي منهم يمكن بيبقوا شهر بدي شوكولا بدي شوكولا، ما في شوكولا غير مرة بالجمعة، من وين بده يحصل عليه؟ فمن هون أكيد العادات الغذائية بتبلش بالبيت، وكرمال هيك نحن متوجه للأمات إنه بليز
يعني بنعطيه سيريال بار، بنعطيه كورن فليكس، بنعطيه بوب كورن على المدرسه، بنعطيه جزر يقرقشهم بدل ما ياكل كل المأكولات الثانيه اللي عم يعني البدانه بتسبب الامراض. اذا مش بمرحله الطفوله، بمرحله بعدين عن كبر، يعني ياما بتشوفي اولاد عمرهم 10 سنين عندهم كوليسترول، يعني شيء بيوجع القلب اكيد، يعني كوليسترول او مثلا عم ببلش يعلى معه السكري او عم يلعب مثلا. وهون يعني الكارثه انه تخيلي هذا من عمر العشر سنين بده يقعد يحسب ما في ياكل خبز والبطاطا شوي شوي. يعني من هون نحن بنصير ننبه الام انه بدنا نبلش نعطيه الهيلثي سناكس. الهيلثي سناكس اللي هي بتعلق بالخضره مثلا، بنعوده انه مثلا ياكل خيار على المدرسه، ياكل جزر على المدرسه. نحن بنعمل له سناكات يلي هي يعني في كثير امات بيعملوها، بحطوا لهم مثلا بوب كورن بهيك بعلبه صغيره، بحطوا لهم مثل بازيلا كمان بعلبه صغيره. فانه هذا الشيء مثلا سناك كثير هيلثي للولد انه يتناوله، من انه يكون عم يتناول مثلا جوس واللي هو كله بس بيحتوي على السكريات السريعه، يعني دوس سكر ما يعني ما بتفيد ابدا الولد، يعني لا فيها فايبر ولا فيها فيتامينات. خصوصي مثلا اذا عصير مثلا معصور صار له ساعه او ساعتين اخذوا معه على المدرسه، يعني في كثير من الفيتامينات مثلا فيتامين سي بيتطاير منه. فمن هون احسن انه يتناول الفاكهه مثل ما هي من انه يتناول العصير، يتناول مثلا سيريال بار اللي هلا كمان عم يحطوا فيهم فيتامينات واللي هن خصوصي للولد. يعني في كثير سيريال بار هن مدعمين بالفيتامينات يلي الولد ما بيهمهم باكله، يعني طعمتهم طيبه، طعمتهم طيبه بتشبه يعني الى حد ما مع مثل الشوكولا الشوكليت، بس انه اكيد مفيد اكثر. اكيد يعني اذا الولد يعني بده اياهم، بده شيء انه ياخذوا هيك ليك رفقاتي معهم وانا ما معي، اوكي بنحاول نعطي شوكولا بس مش كل يوم يكون فيه بالسناك تبعه شوكليت. واذا ولا بد انه الام تعطي شوكليت، اكيد بنروح للشوكليت يلي هو ما فيه كثير وحدات حراريه مثل الشوكليت اللي فيه بسكت مثلا. البسكت بسكوي يعني ما هي أكتر. البسكت شوكليت بيكون احسن من الشوكليت اللي كله شوكليت، يعني اللي فيه من جوا كراميل وهيك. المهم نكون عم نخفف له وحدات حراريه وعم تاخذ وقت لياكلها اكثر، لانه بتقرقش وبده وقت ليمضغها، لانه يبلعها بدقيقه انه هلا ايش بدي اكل، اوكي بروح باكل اكل اصحابي كمان. هلا في كمان بالاسواق مثلا ميني، يعني بيكون في بارز بس أكيد. بيكون في ميني بيكون حبتها مثل حبه البونبون، فهي انه فينا نرضي فيها الطفل اكيد. وهون كمان بدي احكي عن الساندويتشز اللي عم تنبعت على المدرسه، كثير من الاحيان بيكون فيها المايونيز، كثير من الاحيان بيكون فيها الزبده للولد اللي هو الولد بغنى عنهم اصلا. يعني الولد مش انه ايه بعد ولد ايه فينا نطعميه دهون مشبعه، لا لازم نطعميه هيلثي للولد ومش دهون مشبعه، لانه دهون مشبعه هي بتؤدي لانسداد شرايين القلب، وهو شرايين قلبه كتير صغار. يعني مش انه واحد بيكون صغير ايه بيحرقهم بيلعب، لا مش بيحرقهم بيلعب. يعني هون كمان بدنا نصير نطعميه اللحومات مثلا الروستو، اللحومات مش المقليه، مش انه بنعمل له ساندويتش مثلا مقالي او في كتير من الساندويتش في البطاطا هيك ايه البطاطا المقليه مثلا بيكونوا حاطينها مع شيء بالساندويتش عاطينه على الولد، انه ما انه بحاجه انه ياكل ساندويتش بطاطا مقليه الولد على المدرسه. او مثلا بتكون عطيته مصاري ايه وروح اشتري اللي بدك اياه، عادة بيشتروا منقيش من الكانتين للنقيش. هلا المنقوشه اوكي لحد ما يعني بتضلها هيلثي اكثر من انه يكون عم يشتري اشياء ثانيه دخلها لحومات اللي هي كثير كثيره الدسم، يعني كثير فيها دسم. فالمنقوشة إذا أتناولها مرة بجمعة بس، إذا كل يوم عم بيتناول منقوشة أكيد بده ينصح آخر السنة 7-8 كيلو. يعني طيب نانسي إذا بدنا نعمل ساندويتشز، يعني عادة عن اللبنة ما فينا نعملها بالساندويتش لأنه لنوصل للريسوس حتكون تشتشت، وما فينا كمان نحط بندورة بقلبها لأنه البندورة كمان بتطلع الصوص تبعها. أكيد يعني ما يعني نحن محدودين بنوع جبنة معين، الأجبان البيضة، لأنه إذا حنقلك جبنة أشقوين كمان رح تقتلينا. في كتير من الأجبان الصفراء مثل الموتزاريلا بتجي لايت، في الجرويير بتجي لايت كمان، بس إجمالا الأولاد ما كتير بحبوه. هلا أشقوين مرة بالجمعة ما في مشكلة عليها، مربى مرة بالجمعة كمان، بس مش كل يوم مربى، مش كل يوم أشقوين. يعني المأكولات اللي هي غنية بالدسم بنقطعها مرة بالجمعة بالنهاية. هيدا ولد هلا إذا كنا بدنا نخفض له وزنه، لا بدنا ننتقل على كل المأكولات اللي هي قليلة الدسم. أما بالنسبة مثلا للزعتر، ساندويتش زعتر كتير منيح على المدرسة، فينا نعمل له ساندويتش تركي حبش اللي هي ما بتش، فينا نحط له خيار
خاص مع البندورة، إذا ما فينا نحطها جوات الساندوتش فينا نعطيه البندورة الكرزية كمان بشي، وهذا كمان فيه يكون سناك لياكله بال بتاني فرصة يعني فيه يشرب. خلينا ناخذ اتصال معنا مريم من دبي. ألو 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 مرحبا. أهلا وسهلا، كيفي؟ الحمد لله، كيف صحتك ست مريم؟ عم تلفن من دبي. تفضلي، شو السؤال؟ كنت بدي اقول لك انه انا عملت رجيم كيمائي بسموه، مثلا يوم تفاح بتاكلي، يوم لبن، يوم هيك، ف ظرف 15 يوم ضعفت تقريبا 6 كيلو، بس رجعتهم بشهرين، فرجعت استهديت اشتريت كتابي وصرت اتبع نفس النظام اللي انت عملتيه، ضعفت بالشهر 4 كيلو. السؤال يا هل ترى اذا وقفت نظام الاكل اللي عم بتبعه حسب كتابي بس يرجع وزني مثل ما رجع اول مره؟ وبدي اقول لك انه شفتك بالابسيد دبي، فانت ضعيفه كثير بالحقيقه، بس على التلفزيون مبيني شوي غير. مزبوط، لانه مشتي كثير ومشتي على البرنامج. اهلا وسهلا فيكي مريم. شكرا مريم، انا بشكر اتصالك وبشكر هالمداخله المهضومه، يعني يا ريتك سلمت علي على القليل كنت عرفت عن مين عم نحكي. بالنهاية رح خبرك شو النظام الكيمائي يعني اللي انت عملتيه، اكيد يعني اذا كنت عم تحضريني من قبل بالحلقات السابقة، انا كتير ما بشجع هالانواع من الانظمة الغذائية اللي هي كتير قاسية وكتير منا صحية يعني، وانت مثل ما شفت يعني اللي نزلتيهم ب 15 يوم رديتيهم بطريقة كتير سريعة، يعني شهرين هيدي طريقة كتير سريعة. اما بالنسبه للي كنت عم تقولي المأكولات يلي موجوده بكتابي، انا عم علمك كيف انك تاكلي نظام غذائي صحي، المأكولات الصحيه كيف تنطبخ، وهيدا مش بس بنظام غذائي لتخفيض الوزن، هيدا بالحياه اليوميه. يعني الواحد ما لازم يعمل الطبخ اللي هو دخل له كتير دسم، يعني هي ما بتعود طبخه صحيه، وخصوصا اذا عندك اولاد، هيدا بيصير مقالي عم ناكل بالبيت. يعني وقت الواحد بده يعمل مثلا بازلاء ورز ويقلي البصله ويحط كبايه زيت جوات الطبخه مثلا، هيدا بطل طبخ البازلاء ورز، او نحن بنقول لها يخنه، هيدي صارت مقله، بازلاء مقليه. فمن هون انا اللي بشجعك هيدا النظام ما دامك عم تعمليه وضعفت عليه واللي هو كتير صحي، ضلك تطبخي الاكل بهالطريقه، اكيد زيد البورشن سايز، يعني مثل ما انا حطيتهم بالكتاب اكيد كرمال لتخفضي وزنك. هون فيك تصيري تاكلي بدل وجبه وجبتين، يعني على الغداء مثلا الصحن مثل ما انا وصفته هو لتخفضي وزنك، فيك تحطي مثلا بدل الصحن وجبتين، يعني كانه صحن كبير، ومن هون بتحافظي على وزنك. ولا انا ما بعتبر انه رح ترجع ترديهم بالسرعه اللي رديتيهم. هلا اكيد اذا زدت اكلك بطريقه كثير عجيبه يعني ما في سحر بالنهايه، بدك تاكلي بدك تنصحي. كمان مشاهدينا نحن مستمرين بتلقي اتصالاتكم، ورقم قناة المرأة العربية بتشوفوه بأسفل الشاشة 00961545678. يعني أكيد ننسي إذا بدنا نرجع ندخل على وجباتنا المأكولات الدسمة والحلويات أكيد رح نرجع نرد الوزن. بدنا نضل محافظين يعني على هالنمط يلي متبعينه، وفينا يمكن نزعبر شوي، بس إذا زعبرنا كتير أكيد رح نرجع ناخد وزن زيادة. نعم. كنا عم نقول بالنسبة للأطفال، يعني بالنسبة للساندويتشز دايما ننوع للطفل حتى ما كل يوم نبعت معه نفس الوجبة ونفس الفواكه، حتى هو يقبل التغيير ويحاول معنا. بالنسبة لوجبة الغداء يعني لما يرجع على البيت، نعم، بدنا نعطيه من المأكولات اللي احنا طبخينا، يعني اليخني. هلا رح أبريك شو على المدرسة عادة شو عم بيصير بالولد؟ تنعتبر الولد ما بيروح على المدرسة، بيوعى بيتروق بياخد سناك بيتغدى، هيدا مثلا بالصيف أو بأيام الفرص. بالمدرسة شو بيصير؟ بيوعى بيتروق حليب تنقول مع كورن فليكس أو ساندويتش أو شي جوس، بيروح على المدرسة بياكل ساندويتش، بيرجع تاني فرصة إذا مش ساندويتش شوكلت، بيرجع مع جوس، بيجي على البيت وعم يتغدى. فمن هون يعني المرحلة اللي هي بالمدرسة اللي هي قبل الظهر كتير عم بيكون أكله فيها تريبل، يعني بدل ما يأكل ساندويش واحد عم يأكل ثلاث مرات وثلاث ساندويشات كأنه. فمن هون أنا بدأ الأمات أنه حتى لو الولد عم بيروح على المدرسة
انه منه بحاجه لانه ياكل هالكميه الاكل. يعني بيوعى من على بكره اوكي فينا اكيد نشربه كبايه الحليب يلي هي كثير مفيده وكثير فيها الكالسيوم وكثير بتحتوي على مواد غذائيه. مش ضروري نكون عم طعميه مع شيء. بيروح على المدرسه بياكل ساندويش صغير، مش ضروري نعمل له يعني اذا عمره بين الخمسه والعشر سنين الساندويش الرغيف او الابعى الكثير كبيره، انه ساندويش هالقد للولد الابعى الصغيره اكيد بتكفي. وثاني فرصه بنعطيه حبه فواكه يلي هي بتشبعه، يعني اذا او مثلا اربع خمس حبات مش مجفف، يعني فينا نقطع له اياهم هيك بكيسه يكونوا هيك او بكيس شهيين. مثلا نسكر له اياهم اذا مش مجفف او مثلا موزه اكيد. فمن هون بياكل هالولد وبيشبع عليها، بينما اذا صرنا نزيد له كميه الاكل، اذا زدنا له اياها مثلا شهر او شهرين بس نجي تنخفف له اكله اكيد بده يتغير عليه الجو، بده يصير يحس حاله جوعان كل وقت، بده يجي على البيت جوعان جوعان جوعان. من هون كمان يعني هي الطريقه كيف الواحد بيعود الولد ياكل. بيصير الولد يعني دائما من وقت ما يخلق اذا الام بتطعميه كل ساعتين بده يوعى كل ساعتين يبكي بده الاكل، اذا عودته ياكل كل اربع ساعات بده يوعى كل اربع ساعات بده الحليب. طب بالنسبه للعشاء نانسي لانه احنا خلص وقتنا، بالنسبه للعشاء كمان بدها من هون نعطيه الهلتي، العشاء اللي هو صحي، العشاء اللي هو منه بطاطا مقليه، العشاء اللي هو ما بيحتوي على المشروبات الغازيه، يعني اللي هن كمان المشروبات الغازيه اللي انا هون بدي اقول بيقيموا الكالسيوم من العظم. يعني فهون الولد بيخلي الواحد انه يظهر وقت اللي بيفوت على التواليت الكالسيوم معه. فمن هون نحن نشجع الامات على انه المشروبات الغازيه اخروها للولد، يعني مش يعطوه اياها عمر الخمسه والسبع سنين او يستبدلوها بالجوز، يعني الف مره جوز على مره مشروبات غازيه. فمن هون اكيد يعني عشيه فيه ياكل اذا مش سلطه لانه الاولاد ما بيحبوا، فيه يقرقش خياره يقرقش جزره مثلا، او نعطيه سوب مع ساندويش صغير بيكون كتير منيح لإله. اوكي ثانك يو نانسي، شكرا على هالنصايح، انا وسهلا فيك دائما بستوديو جود مورنينج.